رجل فاتته صلاة ليلية فتذكرها في النهار، فعليه أن يصليها كما جاء الحديث السابق، فليصليها حين يذكرها. هل يجهر بها أم يسر؟ من قال ما قال آنفا يقول يسره، لا يقول يجهره، نقول يجهره. آخر نسي صلاة نهارية وتذكرها في الليل، عليه أن يصليها حين تذكر كما ذكرنا، فهل يجهر أم يسر؟ يسره. وهكذا فالوتر يصلى كما أدى ذلك، لكن الذي ظاهر أنت تشير إليه هناك حديثان أنه من نام ناويا لصلاة الليل ثم لم يستيقظ كتب الله له أجر ما نوى، هذا حديث، وهذا حديث بناسبنا نحن الكسالى يعني. حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان إذا فاته قيام الليل صلى في النهار 12 ركعة. لعلك أنت تشير إلى هذا. نعم. لكن هذا ليس فيه عن نسيان أو نوم، يجب أن نتذكر يعني لم يتيسر له لسبب ما أن يصلي، فيعوض ما فات بالنفل في النهار فيصلي 12 ركعة. واضح؟ الحمد لله. قال الشيخ لا، وتر النهار صلاة المغرب، وتر النهار صلاة المغرب فلا يوتر غيره يأتي بالوتر يعني، وإنما يشرح من أجل هذا لا يأتي بالوتر الذي فاته. أي لأنه عنده وتر صلاة المغرب. معليش، هذا يعني هل أنت تنقل الآن بأنهم يردون الحديث الذي رويته آنفا؟ خير الكلام وقال وذل، قول نعم قول لا. الله أعلم. خذ هذه الفائدة بارك الله فيك، غيركم طبعا قول ايه او لا، بقول لك انت لا تفرض اسلوبك علينا. انا اعتقد ان هذا الاسلوب هو الذي يقرب وجهة النظر بين المختلفين، وإلا انا اعرف هذا بتجربتي الخاصة، يجيب المجيب حسب ما هو قائم في ذهنه، ربما يعمل محاضرة، مع المحاضرة الطويلة العريضة شرد عن الجواب. أنا بقول له اعكس تصب، بمعنى قل لا قل بلى واشرح ما شئت، لأني أنا الآن لما سألتك قل لا أو قل بلى، لما بتقلي لا بنتبه بك شو دليلك، راح تعمل لي محاضرة، أو بتقول لي بلى كذلك الأمر. وإذا كان العكس كما هو عليه أكثر الناس، لما أنت بتبدأ تتكلم أنا كلي الآن بتساءل في نفسي يا ترى راح يجيب راح يجيب راح يجيب راح يجيب راح يجيب، مع الأسف ما أجاب، ضاع الوقت سدى. لكن لما بكون القضية بالعكس بيكون أقرب إلى التفاهم، بجوز أنه هذا يريح السائل لكن حقيقة رح يريح المسؤول أكثر، لأنه بدل ما يعمل محاضرة تذهب مع الرياح، لما بيقول له هو أنه المسألة إيه أو لا بيفكر شوي هذا قبل ما يعمل محاضرة، بيقول له لا، بيقول له خلاص اتفقنا. أو إذا كان الجواب إيجابي وكان أنا غرضي إيجابي، لما بيعطيني جواب خلاص ما بقى في فائدة للإطالة في الموضوع. يعني السائل بحاجة للإطالة لما بيكون مخالف للسائل للمسؤول، لكن لما بيكون المسؤول موافق مشان إيش يعمل محاضرة؟ واضح هذا الأسلوب؟ فهذا ليس من باب فرض رأي، وإنما هو من باب التناصح. والآن حسبكم وجزاكم الله خيرا، لا سيما وبعض إخواننا الناشطين مثلكم
بدأ النعاس يداعب أجفانهم. أحسن الله عليك شيخ، من كان يوم ذكر الله واليوم الآخر فليكن ضيفة. نعم الإكرام الله يسك. نعم الله يسك خير. بس هذا شيخ وهذا ما إكرام كل المضى إكرام زين.